أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 26 نوفمبر في نشرتها اليومية الخاصة بكوفيد 19 عن تسجيل 4178 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المؤكدة ببلادنا 340684. وبالنسبة للحالات المستبعدة فقد تم تسجيل اليوم 17250، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المستبعدة 3,535,240. وبالنسبة للوفيات فقد تم تسجيل اليوم 80 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المتوفية 5,619. وبالنسبة للمتعافون فقد بلغ العدد اليوم 5,312، ليصبح العدد الإجمالي للحالات المتعافية 289,808. وبالنسبة للحالات النشطة فقد تم تسجيل اليوم 45,257. وبالنسبة للحالات الخطيرة أو الحرجة فقد بلغ العدد الإجمالي اليوم 1041، 163 حالة جديدة في 24 ساعة الأخيرة، 88 إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، 430 إجمالي الحالات تحت التنفس الاصطناعي الغير الاختراقي. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات الجديدة والوفيات فهو كما يلي: جهاز الدار البيضاء 16473 حالة جديدة و16 حالة وفاة، الدار البيضاء 1190 حالة جديدة و12 حالة وفاة، نواصر 62 حالة جديدة، برشيد 60 حالة جديدة، سطات 51 حالة جديدة و3 حالة وفاة، المحمدية 40 حالة جديدة، الجديدة 28 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، بن سليمان 23 حالة جديدة، مديونة 18 حالة جديدة، سيدي بن نور حالة جديدة واحدة. بالنسبة لجهاز الرباط سلا القنيطرة فقد تم تسجيل اليوم 778 حالة جديدة و10 حالة وفاة، سخيرة التمارة 265 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، سلا 198 حالة جديدة و6 حالات وفاة، الرباط 90 حالة جديدة، قنيطرة 83 وحالتي وفاة، سيدي سليمان 64 وحالة وفاة واحدة، سيدي قاسم 49 5 32. بالنسبة لجهة سوس ماسة فقد تم تسجيل اليوم 424 حالة جديدة و7 حالات وفاة، أكادير إدا وتنان 210 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، إنزكان أيت ملول 93 حالة جديدة و5 حالات وفاة، تارودان 42، تيزنيت 40، الشوكة أيتباها 35، طاطا 4 وحالة وفاة واحدة بالشوكة أيتباها، جهة طنجة تطوان الحسيمة 388 حالة جديدة و10 حالات وفاة، طنجة أصيلة 153 وحالة وفاة واحدة، تطوان 111 وحالتي وفاة، الحسيمة 37 وحالة وفاة واحدة، شفشاون 28، العرائش 21 و3 حالات وفاة، المضيق الفنيدق 18 وحالتي وفاة، وزان 16 وحالة وفاة واحدة، الفحص أنجرة 4. بالنسبة لجهة مراكش أسفي فقد تم تسجيل اليوم 348 حالة جديدة وتسع حالات وفاة، مراكش 197 وخمس حالات وفاة، صويرة 68، قلعة الصراغنة 26 وحالة وفاة واحدة، شيشاوة 25 وحالة وفاة واحدة، اليوسفية 22، الحوز 7، آسفي 2 وحالتي وفاة، رحامنا 1. بالنسبة لجهة قلميم ودنون فقد تم تسجيل اليوم 103 حالة جديدة وحالة وفاة واحدة، قلميم 70، طنطان 21 وحالة وفاة واحدة، سيدي إفني 12. بالنسبة لجهة فاس مكناس فقد تم تسجيل اليوم 89 حالة جديدة وسبع حالة وفاة، فاس 26 وثلاث حالة وفاة، تونة 18، تازة 15، مكناس 13 وثلاث حالة وفاة، صفر 10، مولي عقوب 3، بولمان 2، إفران 1، الحاجب 1 وحالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة درعا تافيلات فقد تم تسجيل اليوم 65 حالة جديدة وثلاث حالات وفاة، ميدل 24 وحالة وفاة واحدة، رشيدية 17 وحالة وفاة واحدة، تنغير 15، ورزازات 5، زاكورة 4 وحالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة فقد تم تسجيل اليوم 56 حالة جديدة وخمس حالات وفاة، بني ملال 24 وحالة وفاة واحدة، لفقي بن صالح 14، خريبكة 10 وحالة وفاة واحدة، خنيفرة 4 وحالة وفاة واحدة، أزيلة 4 وحالتي وفاة. بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب فقد تم تسجيل اليوم 26 حالة جديدة بوادي الذهب، ولم تسجل أي حالة وفاة بهذه الجهة.
بالنسبة لجهة الشرق فقد تم تسجيل اليوم 308 حالة جديدة و12 حالة وفاة. وجد أنقاد 116 و7 حالة وفاة. بركان 59 وحالة وفاة واحدة. ناظور 54. تاورير 28 وحالة وفاة واحدة. جرادة 25 حالة وفاة واحدة. قاسيف 19 وحالة وفاة واحدة. فيقك 5. دريوش جوج وحالة وفاة واحدة. بالنسبة لجهة العيون الساقية الحمراء فقد تم تسجيل اليوم 120 حالة جديدة. العيون 111. سمارة 7. بوجدور 1. طرفاية 1. ولم تسجل أي حالة وفاة بهذه الجهة.